اقتحام مستشفى كمال عدوان واعتقال طواقمه الطبية والتنكيل بالمرضى والنازحين إليه ليس مشهدا طارئا على العدوان الإسرائيلي في غزة حرب إسرائيل على المستشفيات شنتها قبل عشرة أيام من بدء عمليتها البرية في القطاع المشهد الأول من المستشفى المعمداني في ليلة السابع عشر من أكتوبر من العام الماضي مجزرة ماثلة راح ضحيتها أكثر من 500 فلسطيني أغلبهم نساء وأطفال بعد فاجعة المعمداني بنحو شهر أطبقت قوة الاحتلال حصارها على مجمع الشفاء الطبي قبل اقتحامه وترويع واعتقال من بداخله وبحلول نهاية السنة كان جميع مستشفيات شمال غزة قد خرجت عن الخدمة تسعة مستشفيات فقط في كامل القطاع بقيت تقدم ما شح من العناية الطبية إلا أن مجزرة مجمع نصر الطبي في يناير كانت تجسيدا صارخا لانتهاك حرمة المستشفيات أمام أنظار العالم في العاشر من فبراير وخلال اقتحام دام ساعات عدة نكلت قوة الاحتلال بالطواقم الطبية والنازحين في مستشفى الأمل بخان يونس واعتقلت عددا من افراد الطاقم الطبي والمرضى لتعود قوات الاحتلال مجددا الى ما تبقى من مستشفى الشفاء صباح الثامن عشر من مارس في عمليه عسكريه نسفت خلالها اكثر من الف منزل في محيط المستشفى واعتقلت الطواقم الطبيه والنازحين واخضعتهم للتحقيق والتعذيب يبرر جيش الاحتلال استهدافه المكثف للمستشفيات بوجود بنية عسكرية وأنفاق للمقاومين تحتها، وهو ما فندته تقارير محلية ودولية عدة، بينما تتحدث تقارير أخرى عن أن استهداف الاحتلال للمستشفيات يدخل ضمن مخطط ممنهج لتهجير سكان القطاع.